24 من نوفمبر من عام 1898، فرغ العالم والفقيه علي بن عبد الله البحراني المسقطي من تحرير مسودة كتابه الأجوبة العلية للمسائل المسقطية، والذي طبع في نفس العام بالهند، وهو كتاب جامع لفتاواه الفقهية. ولد البحراني المسقطي في البحرين وانتقل إلى عمان، وتوفي في لنجا بإيران عام 1901، تاركاً عدداً من المؤلفات في الفكر الإسلامي. الرابع والعشرون من نوفمبر من عام 2008، شاركت السلطنة في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي عقد في القاهرة واستمر لمدة يومين. الرابع والعشرون من نوفمبر من عام 2008، اختتمت في مسقط أعمال ندوة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، والتي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان. الرابع والعشرون من نوفمبر من عام 2014، احتفلت وزارة الخدمة المدنية بتدشين كتاب نشأة وتطور قطاع الخدمة المدنية تحت رعاية سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان. يوثق الكتاب منجزات هذا القطاع والشخصيات التي أثرت العمل الحكومي وتركت بصماتها في مسيرة النهضة العمانية الحديثة.